اما دلوقتي بقى فاحنا معانا فقره ثقافيه ومفيده تمام. جدا لكل الشباب، وخصوصا في الفتره اللي فاتت اللي هي كانت فتره الحجر الصحي. يمكن احنا معانا فيلم مصري فاز بجائزه واسمها جائزه الاساسكو للافلام القصيره، وهو مؤخرا يعني الفترة اللي فاتت دي كان في عدد من الأفلام المصرية لشباب كتيرة جدا تحدوا نفسهم بفكرة أنه أنا لازم أستغل وقتي في حاجة مفيدة، خصوصا فترات الحجر الصحي. يمكن في المسابقة دي مصر مثلت من خلال المسابقة في مهرجانات دولية وعالمية كتيرة جدا، وفازت بهذه الجائزة واللي فاز بها الصحفي إبراهيم رياض عن فيلم أبناء البحر. عظيم جدا، هي يعني فكرة محترمة وكمان متصورة بالموبايل بتاعه، وهي باختصار بتتكلم عن قضية مهمة جدا يمكن بنتكلم عليها بقالنا فترة كبيرة، وهي عن يعني تسرب الأطفال من التعليم، وبالأخص كمان اللي بيتجهوا بقى للصيد. يعني هو لقى أن القضية دي قضية مهمة جدا أن هو لازم يتكلم عنها، فحب أن هو يوثقها من خلال الكاميرا بتاعته، وكمان مش بس كده أن هو حصل على جايزة مهمة يمكن هي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية، وجايزة برضو محترمة، فأكيد طبعا شيء محترم احنا نتكلم عن الفيلم ده وكمان مع صاحب الجائزه. يمكن كمان المسابقه دي كانت من ضمن الثقافه عن بعد داخل بيت الاساسكو الرقمي، وده لتشجيع الشباب والطلبه ان هم يحاولوا يبدعوا في فتره الحجر الصحي، الابداع الفكري والفني والانتاج الفكري خلال فتره الكوارنتين اللي كنا عايشين فيها وما زلنا عايشين فيها. قضيه مهمه جدا قضيه تسرب الاطفال من التعليم في سن صغير عشان يساعدوا اهاليهم لجلب الرزق ومساعدتهم على المعيشة وعلى ان هو يقدروا يصرفوا على نفسهم ويصرفوا على اهاليهم، خصوصا انه في ناس بتبقى عندهم اعاقات، حصل انه الشخص مثلا او الاب اصيب بعاهة مستديمة تخليه ان هو ما يقدرش يشتغل، فيضطر ابنه يخرج من التعليم ويساعده في جلب الرزق. موضوع مهم جدا، وابناء البحر ويمكن افلام كتيرة جدا ثقافية الفترة اللي فاتت بتمثل مصر في مهرجانات مهمة، مهرجانات دولية ومهرجانات عالمية، وبتحصل على جوائز كمان مهمة جدا. حلو جدا، طيب احنا معانا جزء من الفيلم، تيجوا نشوفه؟ يلا بينا، تعال نشوفه ونرجع بقى نكمل كلامنا، يلا بينا. وعشان نتعرف على تفاصيل الفيلم أبناء البحر والجائزة اللي حصل عليها، معانا الصحفي إبراهيم رياض على التليفون. برحب بيك يا إبراهيم، وألف ألف مبروك على الجائزة. يعني الله يبارك فيكم كلكم، وأولا مساء الخير عليكم كلكم وعلى كل الموجودين في الاستوديو. يعني في البداية كده عايزة أعرف منك، إشمعنى قضية تسرب الأطفال من التعليم وامتهانهم مهنة الصيد تحديدا هي اللي كانت موضوع فيلمك؟ هو التسرب الأطفال دلوقتي الظاهرة بقت موجودة وكلنا أكيد ملاحظينها، هي ظاهرة متجددة مع أنها قديمة، يعني بس هي متجددة موجودة ما بتخلصش، فموجودة حوالينا في كل مكان، بتشوفها مع الطفل اللي سايق توك توك والطفل اللي في ورشة الاطفال دي ليهم حق ان هم يتعلموا، يعني المفروض ان هم في اماكن ثانيه غير دي، مش مكانهم خالص دلوقتي ولا وقتهم ان هم يبقوا بيتعلم صيد او بيصحى من بدري بدل ما يروح المدرسه يصحى عشان يبدجم بالشبك بتاعه عشان يصحى يصطاد، يعني ده مش مكانه ولا وقته خالص. فكان هنا كان بدايه ان احنا نتكلم عن الموضوع ده بشكل يكون الناس تفهمه شويه، يعني بدل ما نكبر الكلام للناس ونقول كلام للناس ما بتحبوش ده ولا بتفهمه، فنقول لهم الكلام ببساطه عن لسان الاطفال دي نفسها. يعني ليه الاطفال دي نفسها هي بتعمل كده؟ يعني ليه راحوا للطريق ده؟ ليه سايبين مدرستهم؟ طيب قول لنا ابراهيم بقى ايه اللي لفت انتباهك؟ يعني اول حاجه عملتها ايه؟ وكمان نفذت الفيلم بتاعك ازاي؟ هو الـ 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 الاحصائيات اللي طالعه بقى لها يعني مثلا 2018 كانت بتقول ان في كارثه، يعني بتقول ان في كارثه ان احنا عندنا دلوقتي 18 مليون و 18 مليون ونص ألف أمي ما بيعرفوش يقروا، يعني احنا في 2020 وعندنا الرقم ده كله، وده بيأثر على الاقتصاد، بيأثر على التعليم، بيأثر على حاجات كتير جدا، واكيد احنا ملاحظين ده كله يعني. تمام. فمن هنا بدأت بداية ان انا اسرش ورا الفكرة واشوف ايه اللي ممكن يتقدم في المنطقة دي. فبدأنا ان انا اشوف ايه أكثر حاجة ممكن يبقى فيها بعيد عن الشكل المعتاد عن اللي هي التسرب من التعليم، وفي نفس الوقت يبقى فيها حاجة جمالية ممكن نقدمها للناس. فكان التفكير في المهنة الصيد بالذات للأطفال يعني. طيب يعني يمكن كان الفيلم ليه كواليس كتير، حابة أعرف منك كواليس الفيلم، خصوصا أن أنت صورت الفيلم كله بالموبايل. هل كان في صعوبات واجهتك؟ إيه المواقف الصعبة اللي قابلتك في أثناء تصوير الفيلم ده؟
هو الفكره نفسها تصوير فيلم كامل بالموبايل او حتى لو هو مثلا فيلم قصير مثلا 3 دقائق بس فكره تجميع والكتابه وان انت تخلي اطفال هم يتكلموا بالشكل ده ومش ان انت توجههم ان هم يتكلموا في حاجه معينه لا انت بتاخد منهم الكلام المرسل بتاعهم بتعمل منه شكل فني. فحته الاول نرجع لحته التصوير بالموبايل، التصوير بالموبايل لان انا صحفي اصلا موبايل متجه بقالي 3 سنين لصحافه الموبايل لان هي مستقبل الصحافه في العالم كله دلوقتي. كلنا دلوقتي معانا موبايلات، كلنا بننزل نصور، احلى توصيف للحياه واسهل كمان. بالظبط. المكان نفسه بتاع التصوير كان يتطلب مني ان انا اعتمد على اللي انا اتعلمته كله في صحافه الموبايل لان كاميرات الدي اس ال ار مثلا مش هعرف اتحرك بيها في وسط ميه وانا عايز انزل وانا عايز اروح هنا وانا عايز اجي في المركب دي واروح المركب دي والكلام ده كله، كان الموبايل اسهل حاجه. بالظبط. فعشان كده كان الموبايل هو العامل الرئيسي في الموضوع في التصوير. فصورت عن طريق الموبايل ومنتجت عن طريق الموبايل وكان الفيلم كاملا من اوله لاخره معمول عن طريق الموبايل من اوله لاخره. فظهر زي ما انتم شايفين كده. اتفضل. طيب ابراهيم كلمنا بقى عن يعني المراحل بتاعتك اخذت وقت قد ايه؟ يعني صورت الكلام ده في مده قد ايه؟ هو التصوير يعني التصوير كنا اتكلمت مع الاولاد وان من بالليل لان انا هصور الساعه 6 الصبح عشان اخد شروق الشمس لان هم اصلا شغلهم من بدري جدا هم بينزلوا يعني يعتبر بيباتوا مثلا من الفجر موجودين في الميه. من الفجر موجودين في الميه جوه يعني. فانا 6 الصبح دي على ما رحت لهم واتكلمت معاهم وبدانا نتكلم ونصور ووجههم عشان يعرفوا ان هم هيبقوا فين او هيقفوا فين واستخدم الاضاءه. بس كانت الاضاءه هي المشكله شويه لان انت بتتعامل مع شروق الشمس بشكل يعني الاضاءه عماله تتغير حواليك وانت لازم تتعامل معاها. بالظبط. فكانت هي دي اخذنا حوالي 3 ساعات في التصوير يعني. يعني 3 ساعات تصوير بس. لو طلع 3 دقائق. طيب في خلال المسابقه هل انت المصري الوحيد اللي كنت مشارك في المسابقه دي ولا المصري الوحيد اللي فاز؟ لا هو الـ 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 انا المصري الوحيد اللي فاز. بس صعوبه المنافسه نفسها في الجائزه ان كان في 180 فيلم قصير من دول العالم الاسلامي 180 فيلم. فهي خدت وقت طويل يعني خدت وقت طويل هم في ان هم يشوفوا الافلام وبتاع 180 فيلم طبعا حاجه يعني ربنا يقويهم يعني. فالحمد لله كنت انا المصري الوحيد اللي فاز بالمسابقه دي وكان في برضه معاها في جائزه القصه القصيره في حد من مصر برضه فاز بيها يعني احنا 2 في الموضوع ده. عظيم جدا. عادل هي اسمها جائزه الاسيسكو. الاسيسكو. طيب معلش ابراهيم طب قول لي يعني المفروض انا بعد الجائزه دي المفروض بيحصل ايه؟ يعني ايه اللي بيتم؟ هل هي جائزه معنويه ولا جائزه ماديه؟ هو المفروض إيه؟ هو المفروض ان احنا يعني لظروف كوفيد 19 ان احنا كنا المفروض ان احنا هنسافر المغرب وكان هيبقى في حفل كبير بيتعمل لتسليم الجوائز. بس للظروف اللي حاصله دلوقتي فبيتم دلوقتي اللي هو ارسال الشهادات والحاجات دي كلها يتم الارسالها عن طريق البريد وكده. يعني للاسف هو كوفيد مأثر علينا بكل حاجه يعني. طبعا الاعلان كله يعني. ويمكن من فوائد الكوفيد 19 انه المسابقه دي اتعملت لتشجيع الشباب على الابداع والانتاج الفكري خلال فتره الحجر الصحي. بالظبط. ده بقى الجزء يعني المشرق شويه في الموضوع. ان هو من يعني من المعاناه او من اللي احنا شايفينه من الحجر والتضييق والكلام ده كله ان احنا ازاي تقدر ان انت تطلع فن، ازاي تقدر تناقش فكره. يعني الموضوع كله مش ان انت خلاص اتحجمت فتقعد في مكانك خلاص، لا في حاجات ممكن تعملها في ابسط الطرق تقدر تطلع منتج محترم الناس كلها تحترمه. بالظبط. طيب فضل. ابراهيم هو ده اول فيلم تتعمله ولا في افلام تانية انت برضو عملتها؟ لا هو ووثقتها. اتفضل. الافلام بالشكل ده ده اول فيلم عمله، انما انا عملت تقارير صحفيه كتير. انا عندي حاجه في الشكل اللي انا بعمله ان انا بحب امزج الصحافه بالطريقه السينمائيه شويه. يعني انا ما بعملش التقرير اللي هو فيها جزء ابداعي شويه جزء فني. بالظبط. بالظبط. ان انا احول التقرير بدل ما هو تقرير تقرير كله صحفي. معلومات. بالظبط كده كله معلومات وكلام وبتاع، لا ان هو في شق بيتكلم فيه قصه، انت بتتابع قصه. صح. يعني مش مجرد ان انت بتتابع تقرير حد بيتكلم وخلاص، لا في قصه انت بتتابعها. فده يمكن هو ده الشكل شويه اللي انا حبيت ان انا اعمله. طب ايه خطواتك في الفتره الجايه؟ ان شاء الله الفتره الجايه في حاجه يعني اطول من كده شويه بس هيبقى روائي قصير.
بس ان شاء دلوقتي في مرحله الكتابه والاعداد ليه ان شاء الله، هيبقى اكبر من كده شويه وبرضه بالموبايل يعني بالتوفيق والنجاح دايما يا ابراهيم، والف مبروك على الجائزه تستاهلها فعلا. دي مصر كلها يعني، دي حاجه لمصر، انا اتمنى يعني مبروك على مصر كلها. طبعا بالتوفيق يا ابراهيم، شكرا ليك، ربنا يخليك. يعني جايزة هادفة ومفيدة جدا، وشبابنا بخير، ودايما في ناس كده دايما بتطلع بنماذج إيجابية بتبقى ملهمة للشباب كلهم.